بكم أطلب توظيف 30 سكرتيرة طبية بمستشفى مدينة العرفان. بالنسبة للبنات اللي عندها شهادة البكالوريا في القطاع الخاص فهذا يعني أفضل عمل ممكن أن تجده في الآونة الأخيرة. بالنسبة للراحة هو يعني عمل مرتاح جدا. دعونا نرى موضوع مطلوب توظيف 30 سكرتيرة طبية بمستشفى بمدينة الرباط. هنا كما نشاهد الوكالة الرباط أجدال وصف الشركة قطع النشاط الخدمات المقدمة أساسا للشركات، يعني يرسلونك لإحدى الشركات الطبية. نوع العقد هو عقد محدد المدة، يعني عندك مدة تقوم بالعمل فيها، بعد ذلك بعد إنجاز ذلك العمل يقومون بإرسالك مكان العمل الرباط العرفان خصائص سكرتير طبي. الملف المطلوب تكون عندك شهادة البكالوريا وتكون تحسن الاستقبال الهاتفي للمرضى والأسرة، يعني سهل جدا قبول المرضى، أنشطة التخطيط، التدريب في متخصص الأمانة التنفيذية، الخبرة المهنية تكون عندك سنة أو سنتان خبرة، منصب سكرتير مكتب متخصص اللغات الفرنسية يعني والعربية تكون جيدة. ترسل السيرة الذاتية الخاصة بك على هذا الإيميل لانابيك، أو يمكنك التقديم على لانابيك. كما نشاهد في الانابيك عقد سي اي الجديدة البكالوريا أقل من 6 أشهر بروفي الاكسبيريونس لونجلي نوسيون، يعني ليست نفس الأشياء اللي مطلوبة هنا، لكن أرسلوا ملفكم الشخصي على هذا الإيميل، أرسلوا السي في الخاص بكم أو السيرة الذاتية. ويمكنك أن تضع بوستولي هنا أيضا، لا ليس نفس العمل، يعني أرسلوا سيرتكم الذاتية فقط. هناك خطأ في الموقع، أرسلوا سيرتكم الذاتية إلى هذا الإيميل عن طريق جيميل، تدخل إلى جيميل الخاص بك بعد ذلك ترسل سيرتك الذاتية. بالنسبة للمثلج لا تعرف كيف، دعوني أريكم الطريق، دعوني أدخل إلى جيميل، يمكنك القيام بهذا حتى من الهاتف. دعوني أفتح الجيميل الخاص بي، دعونا نضع ساين إن. بعدين تضع ساين إن تظهر معك الأكونتات الخاص بك. مثلا ندخل من هذا الأكونت وهنا نقوم بكوبي لهذا الإيميل. بعد الدخول هنا تضع نوفو ميساج. أوكي كما نشاهد تضع هنا الميساج. هنا تضع الأوبجكت، على سبيل المثال يمكنك أن تضع كوبي لهذا الأوبجيك. هنا توظيف 30 سكرتير طبية، وهنا تضع السيفي الخاص بك.